وحضرتك طيب يا استاذ احمد. نستقبل بعد ساعات عام 2019. ربنا يجعلها سنه جميله وسنه حلوه وسعاده يا رب، كلنا نسعد. يا ريت نستدعي السعاده، السعاده دي بتطول العمر، بتعمل محبه، وبتخلي الناس دائما يعني يحبوا الخير لبعض. يا رب يا رب كلنا يعني نستدعي السعاده ونبقى سعداء بالعام الجديد ان شاء الله. امنيه حضرتك في السنه الجايه للبلد ولحضرتك، الامنيه حضرتك العام الجديد لمصر. لمصر، مصر مش في العام الجديد وبس. يعني انا بحب مصر كل يوم يا طبعا طبعا، كل يوم بحب مصر طبعا، بعشق مصر وبعز مصر وحياتي كلها. مصر دي يا اخوانا ارض طيبه وبلد طيبه وناس طيبين، بلد جميله، بلد جميله، والحمد لله ربنا راضي عننا بهذه البلد الحلوه. بتقول ايه كمان لشعبنا العظيم، للفنان الكبير عادل امام، بيقول ايه للمصريين في العام الجديد بعد ساعات؟ بتقول لهم ايه؟ رساله من حضرتك لاهلنا في ربوع الوطن. بقول لهم استدعوا السعاده. بقول للشعب المصري استدعوا السعاده باي صوره، استعادوا، لازم نبقى سعداء. مهم جدا ان احنا نحس بالسعاده ونشعر بالسعاده ونستدعي السعاده. لو جالنا الشعور ده هنمسك كويس وهنحب بعض، هنحب بلدنا. احنا طبعا بنحب بلدنا طبعا حاجة. نعم، بس مهم جدا ان احنا نحس بالسعاده، ده مهم جدا يا استاذ احمد. فناننا الكبير، كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. وانت طيب يا استاذ احمد، وبشكرك وشرفتني. بشكرك وشرفتني. وسلم لي على محمود. حاضر، عناية، حاضر، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. فنان الكبير الزعيم عادل امام،